السلام عليكم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. اسمعت ويسر بحمام بنت جديدي وحمام قربص وحمام من عشنوة وحمام لغزاز وحمام من عشنية. اسمعت وشي بحمام الاستشفاء ابن وطية؟ ما تعرف وشي، ممكن تعرفوا حمامات اخرى، اما حمام الاستشفاء ابن وطية هذا حاجة مختلفة على الحمامات الاخرى. مانيش نحكي عليه، اما نخليكم تكتشفوا شنو هي الحمام هذا، الحمام الاستشفائي بالمطويه. للي ما يعرفش المطويه، المطويه هي تبعد 400 كيلومتر مرجع نفر الاداري ولايه جابس، 10 كيلومتر على جابس، 390 على تونس العاصمه. يكفي تحط جي بي اس تو تعرف حمام الاستشفائي بالمطويه، وفيه برشا مفاجات صحيه للناس اللي تلوج على صحه الابدان. ما كومش تندموا اذا كان باش تمشيو الحمام الاستشفائي بالمطويه. توا مع بعضنا نكتشفوا الحمام هذا. هذا هو الحمام اللي حكينا عليه البر، هذا هو الحمام كما تشوفوا. الماء نتاعو هذاك هو الماء الطبيعي. عنا ياسر ما نحكوا عليه، نجمو نحكوا عليه برشا، كما تشوفوا كما تشوفوا التكنيك هذا الحمام الاستشفائي بالمضية. بالنسبة للماء هذا، الماء هذا راهو ماهوش مصر، وإنما هو النحليب الفاكهة. في 400 ملي جرام من الفاب بين الانسان، مكون الفاب عند الانسان هو 0.4%. هذاك علاش هو المفروض كيفاش تكون عمليه توزيع الماء مستقبل الماء برا.
البنوات الخاصه انت بيوت الخاصه. نبكي والقلب مجروح ومليون فارد روحي فراقب زالي العين تنحب من فراقب زالي العين تنحب من فراقب زالي حتى اصلا شي غادي بعد تجي لهنا باه دير بعيد دير هاك الكاوتشو تاع لا هاك شفت الكاوتشو تاع شي من هنا لي شامبر فهذا مخصص للعائلات يعني يعني إذا كان تاخذ فكرة على الحمام الاستشفائي هذا هو أول حاجة صادقة دي وزارة الصحة، ثاني حاجة تبيع حمام استشفائي بالماء الحراري حراري. لو كان أنت تفسر لنا شنو هي الديو الحراري يعني؟ وهذا كل شيء واضح فيه هو في ليزانتيكاسيون ثيرابوتيك روماتيزم ديرماتولوجي وجينيكولوجي. و أبار بيان سور فما مفاجآت أخرى باهية بيان سور اللي هو باهي ياسر سيرتو مع اللي عندهم مشاكل تاع كيما مثلا حاجات العظم على تريزيفيكاس معناها إضافة العذر فما روماتيزم فما أمراض جديدة فما روماتيزم هذيك ولا حاجة هي مياه كلورية سودية كبريتية. إذا هذا هو حمام الاستشفاء بالمطوية بالنسبة للناس اللي عاملين يعني سواريزون حبوا يورونا حمام بنت جديدي اللي معناها يكاد يكون أو عندهم باش يصنفوه كأعجوبة ثامنة وقامت عليه رقيمة. ورونا كل شيء في حمام بنت جديدي، كل شيء وروهولنا، ورونا حاشاكم من التواليت وغطاء التواليت ولافابو وين يبدل الحوايج وين والمطهرة، وما ورونيش الفيش تكنيك نتاع الحمام شنيا معناها طبيعة الماء تكوين المياه شنو الواحد بئر قداش كذا، هاك الفيش تكنيك هذيك المفروض تكون عند كل حمام معناها طبيعي. بالنسبة للفيديو هذايا كما قلت لكم هو حمام الاستشفائي بالمطوية، ممكن نقولوا حمام الاستشفائي بالمطوية ما فماشي برشا حمامات، فما حمام واحد هو هذايا اللي كنتوا تشوفوا فيه، لكم شفتوا المياه شفتوا الجابة بتاعه طريقة معناها كما قلنا الماء ودرجة الحرارة. بالنسبة للي يفهموا معناها المو تكنيك درجة الحرارة هي 63 سلسيس واثنين، معدل أملاح ذائبة 0 معناها 7.5
نتائج كذا، هذه نتائج الحديد من عشرة يهمنا ولا ما يهمناش، فيه مع وجود بعض العناصر الثانوية من أهمها المغنيسيوم والحديد الفار يعني، وجود قالك وجود الحديد سيعطي لهذه المياه عند خروجها بعد فترة زمنية لونا بنيا بسبب تأكسد الحديد تحت تأثير الهواء. هذا التأكسد لا يضر بجسم الإنسان بعد الاستعمال، وكم شفتوا تكونوا أنتم الماء هكا شبه مارون شوية، لا هذا هو التأكسد، هي مياه بلورية سودية كبريتية كلاسية كما نقولوا كما شفتوا. هذا هو الحمام الاستشفائي بالمطوي اللي للأسف الناس ما تعرفوش يعني. نحاول نختصر تعريفا بالواحد. بالنسبة لي أنا كانت لي تجربة يعني مع الحمام هذا، كنت تعرضت لنوع من المرض والحمد لله يا ربي ماشي في وارد كوني باش نعمل إشهار مجاني للحمام هذا، وإنما هي حقيقة واقعة وتجربة ذاتية قمت أنا عشتها مع الحمام هذا. ما نجمش نوصلكم، أنا كان المرض نتاعي معناها عام 8 شهور كنت عاجز عن معناها أي حركة بحكم حتى خدمتي وكذا، كنت معناها ما نخدمش، عديت معناها مدة معينة هي 7 أيام والحمد لله يا ربي بشوي بشوي رجعت، لكن قعدت مواظب مع الحمام هذا. أنا ننصحكم بالحمام هذا صحيح، حتى بالنسبة للناس البعاد اللي تسكن معناها بعاد، حتى كي تجي لهنا راهي ما تحيرش، فما معناها شقق معناها خاصة للعائلات، شقق مفروشة خاصة للعائلات في الفضاء هذا. ماهيش بعيد على وسط البلاد، معناها كيلومتر واحد على وسط البلاد يعني على السوق وعلى احتياجاتكم وكل شيء. انا ننصحكم يعني حمام الاستشفاء بالمطوية بالحق، ما كنتش باش تندموا، صحين وتنجموا كيما قلت لكم هاني كنت نوري فيكم في الفريش تكنيك، تاكدوا كانوني ما كنتش باش تندموا على زيارة الحمام هذا. بالنسبة للناس اللي عندها امراض، بالنسبة للناس الكبار، بالنسبة للشيوخ، بالنسبة للناس بعض عندها بعض الامراض المستعصية نوعا ما، ينحي برشا حاجات. انا عشت تجربة لهنا واكاد اقول كوني نعمل مذكرات او نكتب مذكرات حول الحمام هذا. هذا هو الحمام. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا. كان فما حاجه ما فهمتوهاش نجموا يعني تطلبوني على الارقام التاليه اللي هو 22 30 15 15 50 76 20 31. الو درغام، مرحبا بكم.